السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم مالك. اليوم ان شاء الله غنقدم وصفه الكيش. دابا غنبداو بالعجينه. بسم الله على بركه الله. غندير المقادير والنعجن في نفس الوقت باش نختصروا الوقت. غندوز انا نغربل الدقيق ديالي. عندي جوج كيسان غادي نضيف شويه ديال الملح حسب الذوق. غادي نضيف معلقه صغيره ديال لاموطارد او الخردل. غادي نضيف نص كاس مخلط زبده وزيت المائده وزيت البلديه. وكتبقى لكم الرغبه، كل واحد اللي بغى يكتفي غير بحاجه وحده يكتفي بها. المهم انا مخلطه ثلاثه ديال الانواع تاع الدهنيات، منها الزبده وزيت المائده وزيت البلديه. دابا غادي ندوز نرملها ما كندلكوهاش، غير كنرملوها اطراف الاصابع. دابا بعد ما ترملت لنا العجينه ديالنا غادي نضيفوا الماء تدريجيا باش نجمعوها. كنضيفوا الماء بالتدريج حتى كنلموا العجينه ديالنا. ما كندلكوهاش، غير كنجمعوها. ما لمينا العجينه ديالنا نديروها في الفيلم اليمونتير ونديروها في الثلاجه واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه حسب. المهم على الاقل واحد ربع ساعه باش كتساعدنا في الطلاق. نخليها ترتاح في الثلاجة وندوز نصايب معكم الحشوة ديالها. دابا غادي ندوزو الحشوة اللي فيها بصلة مشلضة، مطيشة مشلضة، شوية ديال الدجاج مقطع رقيق بهذا الشكل هذا، والتوابل والزيت. غنديرو في المقلاة ديالنا شوية ديال الزيت. دابا غادي ندوزو الحشوه اللي فيها بصله مشلضه، مطيشه مشلضه، شويه ديال الدجاج مقطع رقيق بهذا الشكل هذا، والتوابل والزيت. غنديرو في المقله ديالنا شويه ديال الزيت. دابا نديرو هاد البصله ديالنا مع الزيت، نضيفو لها شويه ديال الملح، ندوزو نديروها تشحر وعاد نكملو الوصفة. دابا بعد ما طاحت لنا البصلة ديالنا غنزيدو ديك التومة اللي ثلاثة ديال الشريفات اللي حطيناهم. هذا من بعد نزيدو مطيشه ونخلي الدجاج هو الاخير. نضيفو الطماطم ديالنا، اللي بغا يحكها يحكها واللي بغا يقطعها رقيقة كل واحد وكيفاش كيبغيها. في هاد الأثناء غادي نضيف التوابل، صبروا معناش كنخليهم هما الاخير. نضيف الملح، نضيفو ملعقة صغيرة مخلطة
جنجبير وبزار، ملعقة صغيرة ديال التخمير أو البابريكا، شوية ديال الكمون، نضيف شوية ديال الخرقوم، نضيف الكل نخليه يتشحى شوية، عنديهم ضيف الدجاج وفي الآخر كما قلت الربيع هو اللحظة، أنا نضيف شوية ديال الزيت. نخلط تقريبا واحد جوج معلقات كبار زيت العود وزيت المائدة، دابا بعد ما شفنا باين مطاش ديالنا دخلها الطياب، غنضيف الدجاج الدجاج ما كياخدش وقت طويل في الطياب، غير واحد الشوية، وغادي نضيفو صدور مهلوس لأن مازال غندخلو ليكيج ديالنا الفران غادي يزيدو يكملو الطياب. اللي بغا يشحر كل حاجة بوحدة غادي يدير ضفنا الربيع ديالنا. دابا بعد ما ارتاحت لنا العجينه ديالنا تقريبا واحد الربع ساعه، رجعنا باش نطلقوها، كنستعنوا بشويه ديال الدقيق، كنخليوها هذه حتى كتبرد، نحطوها على جنب ونطلقوا العجينه ديالنا. في هاد الاثناء دايره الفرن ديالي كيسخن على 160 درجه، غندخلهم يطيبوا واحد نص طيبه وعاد باش نعمرهم. اللي بغى يعمرهم ويطيبهم دفعه واحده يعمرهم ويطيبهم في خطره، نطيبهم ونرجع معكم. دابا بعد ما طابت العجينه ديالنا نص طيبه كتجي بهاد الشكل هذا، مخلوش تحمرها نص طيبه هكا، غادي ندوزو نعمروها. بالنسبة للحشو اللي توفر على الجبن مبشور غادي يديرو، اللي ما عندوش ممكن يعوضو بجوج بيضات مخبوطين مع نص كاس ديال الحليب هكاك ويعمر به. بالنسبة لي أنا كندير نصف الكمية كنخلطو داخل الحشو باش كتجي من داخل المعلكة، نص كنخليه للتزيين. دابا ندوزو نعمرو الحبات ديالنا، دابا نديرو لهم شوية د الفرماج من فوق. دابا غادي ندخلهم يكملوا الطياب ديالهم ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. الفرن هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف كيجيو،
نهزو حيلة نقسمها معاكم تشوفوا كيفاش كتجي بهذا الشكل. هذا كنتمنى تعجبكم وصفه اليوم. الى عجبتكم ديروا لي لايك وفعلوا الجرس. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. الصحه والراحه.